أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم كما راكم تشوفوا عنا تطبيق لسلات أغراض الأطفال. هنا محتاجة أن أشتغل فيهم بخيط الكليم، وعندي هذا القماش، قماش دوغا، هذا خاص بالستائر لغرف الأطفال، لكن أنا كان عندي موجود حبيت ندير به هذا السلات. هو جاي كما تلاحظون الجهة الخلفية تاعه ساتيني، وعندنا لي غالون أشكال وأنواع، قادرين نستعملو بودري أونغليز أو غيبيغ أو لي بونبون. أنا راح نستعمل غالون فيه ثقب باش نعمر الشريط. احتاج كرتون، اللي عندها علب تاع الكرتون ما تحتاج هذا القطع ابدا، او اللي عندها سله بلاستيكيه. انا ما عنديش صناديق يعني من هذا الحجم، احتاج هنا حجم شويه كبير في الطول تاع الكرتونه تاع القاعده 34 سنتيمتر، العرض 26 سنتيمتر، العلو تاع الاضلاع تاعها 15 سنتيمتر. انا هذا العلب كبرتهم باش يعني يحملوا كل اغراض الرضيع او الطفل، حتى من يعني من يوم واحد حتى 6 سنوات. اقوم بتلصيق قطع الكرتون، اولا احاول تلصيقها بالسيليكون، ألصق الجهتين متقابلتين ثم الجهات الأخرى. أستعين بأشياء حتى لا تسقط معي. بعد ذلك أدعم تلصيق الصندوق بشريط اللاصق كما رأيتم معي عدة مرات في فيديوهات سابقة. على كل الحواف أثبت الشريط اللاصق. هنا عندي بابي ستيكر، ما حبيتش ان ننزع له الورق الداخلي تاعه حتى يدعم لي الكرتون. سأثبته بالسيليكون. انتم يعني اللي ما عندهاش هذا الستيكر تستعمل فقط قطعة قماش، ما القماش اللي راح تخدم به. هنايا في القاعدة قبل ما نبدأ خيط الكليم، ندير هنايا قياسات تاع القماش. قياسات القماش هنا باش نغلف داخل العلبه او داخل السله، هي قياسات يعني على حساب محيط العلبه، على حسب محيط العلبه. انزل ب 6 سنتيمتر زياده فقط من تحت او من فوق، لكن المحيط يبقى
على حسب العلبة، ستفهمون ذلك بعد قليل. هنا راني حطيت العلبة أو السلة على قطعة قماش، راح نديرها قاعدة لداخل العلبة. قادرين نديرو بنفس القماش اللي درتو به المحيط، فقط لأنه الساتيني ما حبيتش نديره، لكن إذا اشتغلتم بقماش الدراوات استعملوا لون واحد موحد. انا هنا درت هذه العلبه والشغل تاعها بدون ماكينه الخياطه، فقط لاسهل على المبتدئات واصحاب المشاريع اللي ما عندهمش ماكينه خياطه. لاحظوا هنايا ساشق القماش عند الزاويه، في كل زاويه اقطع 1 سنتيمتر بهذا الشكل. هذا يساعدني على تثبيت هذه القطعة على القاعدة، و يعني معرفة الزوايا، نحدد الزوايا هكذا. هذه القاعدة، هذا المكان اللي شقيته هو اللي حدد لي الزاوية اللي ندور منها أو ندور على القطعة هذيك السامبل ما فيهاش شروط، ما فيهاش رسوم. أقص هذه الخيوط أولا، أحرق الخيوط الزائدة. هنا كما قلت لكم راح ندير للمبتدئات اللي ما عندهمش ماكينة خياطة، لهذا أنا لجأت لهذه الطريقة. نخلي 0.5 سنتيمتر ونحط الجالون تاعي، نتبع السيليكون. طريقة سهلة جدا، نذكر أني درت 6 سنتيمتر زيادة خارجة على علو العلبة، يعني علو العلبة في 15 أنا زدت 6 سنتيمتر. أما المحيط فهو يساوي محيط الكرتون اللي عندي. نجي هنا للقاعدة وأثبت محيط القماش، يعني انظروا هذاك الشق كيف سيساعدني حتى أعرف القياسات والزوايا. يعني كأنني أصنع كيس مثل الكيس. هذا الغلاف الداخلي للعلبة، أنا درته هكذا يعني ينحط وينزع حتى تتمكن الأم أم الطفل أو الطفلة من غسله وتنظيفه. يعني لو كان ثبته راح يتسخ وما تقدرش الأم تنزعه، فلهذا درته هكذا ينتزع. وهذه أحسن طريقة لعلب الأطفال أو لسلات أغراض الأطفال. هذا هو الكيس. نعود القياس تاعي، نشوف دخوله في العلبة. الشكل مضبوط. هنا ننزعه ونرجع لخيط الكليم. خيط الكليم راح أبدأ التصفيفة هنايا من عند الستيكر اللي درته في الحواف. أقوم بتدوير خيط الكليم على كل محيط العلبة حتى
عند الحافة اللي فوق. هذا راح يزيد يدعم لي العلبة. إذا كانت عندكم سلة بلاستيكية ما تطلعوش خيط الكليم حتى لفوق، يعني طلعوا خيط الكليم عند المستوى اللي بغيتو يظهر، ما المستوى اللي غادي نتغطوه بالقماش ما تطلعوش. هذا في حالة كانت سلة بلاستيكية أو سلة من اللوزي. هذا الكرة تاع خيط الكليم هنا ما لا أذكر السعر تاعها، لكن الكرة هذه كبيرة راح دير لك من هذه السلات الكبار ثلاثة، ما إذا رحتي درتي السلات صغار راح دير لك حتى أربعة أو خمسة. يعني الكرة هذه تاع الكليم فيها بزاف، راح تفيدك أكثر من خيط الخيش وأكثر من خيط هذا الماكرامي أو الكوردون. هو مشروع يعني لاباس به المبتدئات ومحبات المشاريع. خيط الكليم يساعدك بالبزاف. والنوعية هذه من نوعية الغليظ تقريبا، فيه الرقيق وفيه الغليظ، هذا من السميك. انا انتهيت من الدوران تاع الكليم، البس السلة. هذا شكلها، هنا راح نصنع واحد القلوب، قلوب صغيرة. انتم قادرين ديروا نجوم، قادرين ديروا دبدوب او اللي حبيتو، او وردة، او هنايا باش نديرها اللي البابيون اللي نديره بالشريط الساتيني. نحتاج ورقة نقص فيها القلب، ثم نقطع بها هذا أو نفصل بها هذا القماش. ندخل وسط كل قلب قطعة تاع شريط ساتيني من هذا الرقيق هذا، حتى يساعدني في تعليق القلب على الشريط اللي نثبته على السلة. هنا أيضا هنايا لو كان بالماكينة خياطة راح يكون القلب أحسن من الإلصاق بالسيليكون، وحتى الخياطة باليد يعني تساعد، لكن انا هنا كملت بالسيليكون حتى نسهل الامور على المبتدئات ومحبات المشاريع. نقلب القلب هنايا، نعمره بلاوات ونغلق المكان اللي خليته مفتوح. احتاج هنا تقريبا مترين ونصف من الشريط الساتيني لندخله في الجالون. ثقب هذيك اللي عندي في الجالون راح نعمر بها هذا الشريط، راح نعمرها بالشريط.
بعد الانتهاء حرق الطرف الآخر وأدخل القلب هنا بهذا الشكل، وصارت العلبة جاهزة، علبة أنيقة يستفاد منها الأمهات لتنظيم أغراض أولادهم سواء كانت ولد أو بنت، يعني فقط تغير اللون صالحة للجنسين. هنا كبرتهم كما قلت راح يحملوا كل الأغراض. سعر البيع، سعر البيع هنايا يختلف حسب يعني السعة تاع السلة. أنا هادو كبار بزاف، هنايا أنا راح نحسبهم 180، عفوا 1800 دينار جزائري، يعني 180 ألف. 1800 دينار جزائري أي 180 ألف. أما إذا صغرتهم هذاك شيء آخر، يعني المواد اللي شريتوها يعني طلعوا القيمة تاعها في 2 حتى تتحصلوا على سعر البيع. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالبارتاج واللايك وترك تعليق. دمتم بخير وسلام.